الإنسان بيحس بيها. ودع دنيته وما فيها بيحس ان الدنيا قامة هتودعه وتفوته ويبقى عايش وسط الناس بس حاسس بموت. بيحس ان الدنيا خلاص هتودع وتفوت ويبقى عايش وسط الناس بس حاسس بموت. بالايام اللي تفوت بيتمسك قوي بيها العظم. أصعب لحظة في حياتك لحظة الفراق هتلقى الكل فاتك ولله البقاء. أصعب لحظة في حياتك لحظة الفراق هتلقى الكل فاتك ولله البقاء. Yeah.
لحظة بحياتك لحظة الفراق هتقلى الكل فاتك لله البقاء أصعب لحظة بحياتك لحظة الفراق هتقلى الكل فاتك لله البقاء.